نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان. اعلنت الرئاسه التونسيه وفاه الرئيس الباجي جايد السبسي صباح اليوم بالمستشفى العسكري في تونس. واضافت الرئاسه التونسيه في بيان لها انه سيتم الاعلان في موعد لاحق عن تفاصيل مراسم عمليه الدفن. وكان الرئيس التونسي قد نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. وكان حافظ جايد السبسي نجل الرئيس الراحل قد صرح في وقت سابق أن والده دخل العناية الفائقة في المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. هذا وينظم الدستور التونسي الإجراءات التي تتم في حال حدوث شغور لمنصب رئيس الجمهورية. المزيد نطالعه في هذا العرض. إذن لمزيد من التعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة التونسية تونس السيد أبو بكر الصغير المحلل السياسي التونسي. سيد أبو بكر، أرحب بك على إكسترا نيوز ونعزي الشعب التونسي في وفاة الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي الذي كان يجل ويعز ويقدر مصر فأحبه المصريون، وليس أجل من ذلك إلا عندما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في تونس نهاية الشهر الماضي ببيت الشعر الخالد لشاعر النيل حافظ إبراهيم، عندما قال: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. ما الذي يمكن أن نستدعيه في حياة الراحل؟ تونس هي تعيش لحظة فارقة الآن بوفاة أحد أبرز رجالاتها وأحد بناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية الحديثة، وكذلك أحد الذين ساهموا على عملية الانتقال الديمقراطي بأن تتم بسلام. أعتقد أن الباجي قايد السبسي هو أحد أهم الأرقام في الحياة السياسية التونسية، وهو صاحب تجربة وحكمة كبيرة وله بعد نظر في التعاطي مع مختلف شؤون الحياة السياسية والعامة. اليوم التونسيون مصدومون بهذا الحدث الجلل
لأنه لا أحد كان يرتقبه أو وضعه في الحسبان، خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد حالة من الاحتقان السياسي عشية استحقاق انتخابي برلماني ورئاسي مهم خلال الأشهر الشهرين القادمين، وبالتالي هنالك مستجد يكتسي الكثير من الخطورة قد تكون له استتباعات على مستوى الوضع العام بالبلاد، خاصة إذا نظرنا المحيط الإقليمي الذي توجد به تونس اليوم مع حدود مشتركة شرقا مع الجزائر وجنوبا مع ليبيا، ونعلم ما هو الوضع في الجزائر وكذلك في ليبيا، وبالتالي اليوم إذا لم تنتصر الطبقة السياسية الحاكمة وكل الرجالات الفاعلين في الشأن السياسي التونسي إلى المصلحة العليا للبلاد بما هو مطلوب، خاصة استقرار وأمن ووحدة شعبها، فأننا قد نتجه نحو ما نخشاه جميعا، نحو المجهول، خاصة إذا أدركنا وعلمنا أن بعض القوى الظلامية، القوى التي ترتهن بأجندات خارجية لها حسابات أخرى غير حسابات الشعب التونسي. نحن اليوم بالفعل نعيش وضعا صعبا، وضعا مفتوح على كل الاحتمالات، سواء فيما يتعلق باستقرار البلاد او بمستقبل البلاد او حتى بالعمليه الانتخابيه التي انطلقت فعلا قبل يومين. اعتقد اننا ما زلنا تحت تاثير هذا الحدث الجدل، هذا المصاب الكبير، هذا الخبر الذي بالفعل كل التونسيين هم في حالة من الحزن ومن الألم ومن الأسى على وفاة رجل بمكانة المرحوم السيد محمد تاجي قاسمي. طبعا ومهما اختلف النظر، الدستور التونسي ينظم هذه الحالة حالة شغور رئيس الجمهورية، ونحن استعرضنا قبل هذه المداخلة ما ينص عليه الدستور التونسي في هذه الحالة، لكن دعني بداية يعني أذكر هذا البيان الذي ورد في الصفحة الرسمية على الفيسبوك من قبل الرئاسة التونسية عندما تدعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها. هل هناك ما يتخوف منه أو ما تتخوف منه المؤسسات الدستورية في تونس عقب هذا الإعلان؟ نعم، هنالك فراغ دستوري كبير، وأهم معطى في أي دستور لأي دولة أن توجد محكمة دستورية تضمن تطبيقه بشكل شفاف وكامل، وحتى أن حصل الاختلاف فهي تكون مرجع النظر الوحيد. اليوم هنالك أطراف قد تكون تعمدت ومنذ 8 سنوات ومسألة المحكمة الدستورية مطروحة ولم يتوفق حتى بما في ذلك البرلمان الحالي إلى إرسائها. اليوم تونس لها دستور فعلا، ولكن ليس لها ما هو صمام هذا الدستور المحكمة الدستورية، وهذا الذي بالفعل دفع إلى أشكالات كثيرة عشنا بعضها قبل أيام بخصوص رفض المغفور له رئيس الجمهورية محمد باجي قايسبسي التوقيع على ذلك القانون الذي شرعه البرلمان بخصوص اشتراطات جديدة عشية انتخابات ليقصي أطراف فاعلة على الساحة السياسية، وهو رفض التوقيع. نعم، هو رفض هذا التعديل القانوني الذي أقره البرلمان، وعلى ذلك سوف تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس بناء على الانتخابات قانون الانتخابات السابق. وهو قال أو رئاسة الجمهورية أو يعني قيل على لسان الرئيس التونسي الراحل أنه يرفض إقصاء أي من الشخصيات التونسية في الانتخابات القادمة. إذن الدستور وبنود الدستور تنص على أن السيد محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسي هو من يتولى رئاسة البلاد. هل من إجراءات فعلية جرت حاليا أو تجري حاليا لإعلان هذا التولي، أم هناك إجراءات أخرى قبل الإعلان رسميا عن تولي محمد الناصر رئاسة البلاد؟ هنالك مشاورات. شكرا لاستخدامكم شبكة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أبو بكر الصغير المحلل السياسي التونسي، شكرا جزيلا له. على كل حال حدثنا من العاصمة التونسية تونس.